ورحمة الله تعالى وبركاته. التحية المغربية بريس، معكم أخوكم بن حميد هشام، مدير شركة بيستورك مارك اللي كانت الانطلاقة ديالها من 2019 ليومنا هذا. أولا تنقدموا الاعتذار للحضور الكريم، ما كناش متوقعين الحضور ديال 200 إكيلك بيرسون، تنعتذروا منهم. ثانيا تنوجهوا الشكر الجزيل للجميع القادة المخلصين لبيستورك مارك، كما تنوجهوا واحد الرسالة للمنافسين. رغم الإكراهات، الحمد لله سامحهم الله، رغم الإكراهات بيستورك مارك تستمر. الحمد لله بيستورك مارك عاطية يديها لجميع المنافسين الشرفاء. 2023 عتكون سنة عطاء بالنسبة لنا وبالنسبة لجميع القادة. عيكون ميلاد بروجي جديد عنضيفوه لشركة كافي ديسبريسو، اللي هو مشروع كافي لي كافي زاروم لي صوص بيكونت اروم كيتشوب مايونيز ولي بات. تنتمنى جميع مسيرة موفقة، كما تنشكروا سيدنا اللي عطي اهتمام بالتمويل التشاركي. وأخيرا وليس بأخيرا، شكرا للجميع، ولقاؤنا المقبل بمدينة الدار البيضاء. تحية لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تن معكم أخوكم حمزة العيساوي، منخرط في شركة بيست وورك مارك. فاليوم شهدنا واحد اليوم اللي كنعتبروه واحد المحطة جد مهمة في المسيرة ديال الشركة ديالنا ديال بيست وورك مارك. فكان تحفيز اللي هو مهم المجموعة ديال القائدات والمنخرطين على المجهود ديالهم اللي كان طيلة هاد الثلاث سنوات في الشركة بالقيادة وبالرئاسة نتاع السي هشام بن حمي. فالشركة عطات مجموعة ديال الهدايا اللي كتمثل في هواتف نقالة، كذلك تلفاز، كذلك مبيت لمجموعة ديال الإخوان والأخوات اللي جاوا من مناطق بعيدة. وإن شاء الله الشركة في هذا الإطار ديال البرنامج ديال 2022 و2023 يعني كاين مستجدات وكاين امور اللي غادي تحفز الشركاء كاملين ان شاء الله باش يعطيو، وديما بيست وورك مارك، وديما الجديد مع بيست وورك مارك.